معنا اتصال. الو بونجور. الو، الله معي. ميرسي. ومعك تفضل. معك محمود. يا اهلا بمحمود. اهلا. يسألك عن السوداء الدجاج. نعم. وبقية انواع السوداء. نعم. الغنم والعجل. نعم. هلا في فيهم كوليسترول بعرف. مزبوط، بكمية كتير عالية. كمية عالية. هلا في انواع كوليسترول سيء وفي كوليسترول جيد. هي الكوليسترول السيء اللي فيها بتعلي الالدال، ما بتعلي الكوليسترول المنيح. والسوداء بتحتوي على الفيتامين ا كمان بامتياز. نعم. فيتامين ا يعني اللي هو كمان الفيتامين كتير مفيد للنظر، فيتامين مفيد للجلد. فيتامين ا هي فيتامين مضاد للتاكسد، اكيد تعرف عنها. مزبوط. فهي كمان بتحتوي على كميات كتير عالية من الفيتامين ا، وبتحتوي على كميات كتير عالية من الحديد كمان. نعم. هي مفيدة اكيد، بينصحوها للناس اللي عندهم فقر الدم، بس كمان للناس اللي بيعانوا من الكوليسترول ما بيسوى انهم يتناولوا كتير سوداء على اشكالها. فمن هون انا اللي بنصحك اياه انه نكلها يعني مرة بالجمعتين، وما نكتر يعني مش اكتر من 10 فرمات ماكسيموم. يعني 10 فرمات تقريبا عم بحكي ب 70 جرام انا هون، يعني كمية لا بأس منها من السوداء. يعني هي 30 جرام تعطيك الفوائد يعني بامتياز، منك بحاجة لتروح، بس انه هي كمان طعمتها طيبة، واحسن شيء انك تتناولها نية. هلا اكيد اذا محفوظة بطريقة كتير منيحة، لانه النية بدل فيها حديد اكثر من غيرها. نعم نعم. اوكي. في سؤال تاني. تفضل. بنفس الوجبة هل من المستحسن جمع اللحم والحبوب ولا الاستغناء عن واحدة منهم؟ هلا الحبوب يعني مثلا سوداء وشوربة عدس. نعم. هلا انت حضرتك عندك بتعاني من فقر الدم؟ هلا لا، بس في سكري. عندك سكري؟ في. اوكي. هلا اذا كان عندك سكري، انا اللي بدي اقول لك انه السوداء بتحتوي على الدهون المشبعه يلي مش لازم انك انت تاخذها بالاكيد لانه معك سكري، لان اللي معه سكري بيكون عنده اذا نحن ريسك ليصاب بامراض القلب. فمن هون نحن ما منشجع، منشجع انه ياكل المأكولات القليلة الدهون. هلا او القليلة الدهون بالدرجة الاولى والقليلة بالدهون المشبعة بالدرجة الثانية. فمن هون السودة ما فيك تكتر منها مثل ما كنت عم قلك بالاول. هاي اول شغلة. تاني شغلة بالنسبة للحبوب، الحبوب تحتوي على البروتينات مثل السودة، بس اكيد السودة البروتينات اللي فيها هي نوعيتهم تسحبهم الجسم بطريقة احسن. إذا بدك تقلك إنه عن الحبوب، الحبوب بيحتوي على النشويات، صحيح أنه بيحتوي على الألياف، يعني النشويات اللي فيهم ما بيعلوا السكري دغري، بس كمان يعني ما فينا ننكر احتوائهم على النشويات. هلأ الحبوب كتير منيح أكيد بالكيس تبعك، بس اللي بدي أقلك إياه إنه ما تخلط الحبوب مع السوداء، لأنه ساعتها الحبوب لأنها بتحتوي على الألياف بتخفف من امتصاص الفيتامينات يلي موجودة بالسوداء. اوكي. بيسوى الشوربه مثلا شوربه البروكلي مع السوداء؟ ايه اكيد بيسوى. اكيد بتسوى. بشكرك. انا بشكر لاتصالك. لا شكرا. ميرسي. باي باي. نرجع نذكر بأرقام التليفونات 01-744-114. أنا كنت قلت قبل 118، فهون بدي صحح الرقم وقول أنه التليفون هو 01-744-114 أو 01-744-099 إذا بتحبوا تتصلوا فيه وتسألوني أي سؤال بيتعلق بموضوع التغذية. أنا معكم من هلأ لغاية ساعة من الوقت مباشرة على الهواء عبر إذاعة لبنان على الموجة 98.1 و 98.5.
قبل ما بلش حلقتنا اليوم بدي جاوب شخص بعت لي ايميل على info@santimil.com، وانا هون بدي اذكركم انه اكيد فيكم ترسلوا لي كل ايميلاتكم وانا بجاوب عليهم مباشره على الهواء على info@santimil.com. اكيد سنتيميل تنكتب مثل CENTIMEAL او CENTIMEAL. فهون بيسالني هذا الشخص انه هو بيعاني من مرض السكري، وهو بيتناول كل يوم ما فيه غير ما يتناول كل يوم كباية ويسكي عشية. هل هذا الشيء بيضره؟ وشو رأيي إذا بيبدل الويسكي بالمبيد الأحمر؟ فمن هون أنا اللي بدي أقوله لهذا الشخص أنه أكيد أنا ما بنصح أي شخص أنه يتناول كاس من الكحول يوميا. يعني أنا كنت عملت حلقة عن الكحول وحكيت أنه الكحول يعني هون درجة موضة بلبنان، انه كل اطباء الاكل كل اطباء سوري القلب ينصحوا لكل مرضى القلب انه ايه اشرب كباية ويسكي عشية. بس هيدي كباية الويسكي عشية اول شيء الواحد بس يكون عم بيصبها ببيته مش حيصبها قد ما بتنصب كبسة بالمحل، فمن هون بيكون عم بيصب كاس قد كاسين. غير ما نحكي عن الكالوري اللي بيحتوي كاس الويسكي اللي هو 150 ل 200 كالوري حسب اكيد نوعيته. وأنا عم أقول هون عن 4.5 سنتيلتر أو 45 مليلتر، يعني قد أصبعين، يعني هيك كعب الكاس شوي. فمن هون كاس الويسكي كمان طلع عنه أبحاث بأنه بسبب أمراض سرطانية عند المرأة، سرطان الثدي أو إذا مش الويسكي الكحول يعني، أو عند الرجل سرطان البروستات. ها أول شغلة. تاني شغلة الكالوري اللي بيضيفه الكحول على الأكل من هون ممكن أنه يزيد وزنه للشخص يلي عم يتناول كاس الكحول كل يوم. هلأ مرضى القلب أو حكيم القلب ليه بينصح بكاس كحول؟ لأنه كاس الكحول بيسرع الدورة الدموية، بيعمل سيالين، يعني بيأثر على سيالين الدم. من هون ممكن عند الأشخاص يلي هن ممكن أنه يعانوا من يمكن جلطة، يعني هيدي في نظرية هيك بتقول أنه بفضلوا أنه يعطوا كباية الويسكي أو الكحول من عشية. هلأ بينما أكيد شو اللي بيفيد أكتر أكيد هو كاس لمبيد. يعني أنا إذا بدي أنصح شخص شو اللي بدي يتناوله أكيد كاس لمبيد. ليه؟ لأنه كاس لمبيد الأحمر مش الأبيض بيحتوي على كمية من المواد المضادة للتأكسد بامتياز. يعني وهون صار في عليه دراسات أنه هالمواد المضادة للتأكسد عم بتفيد شرايين القلب اللي هي ريفستراتول إذا عم قولها مزبوط، وكمان يعني كل الفينول يلي بيحتوي عليه الكاس لمبيد الأحمر. بيّن الدراسات أنه الريفستراتول اللي قلته بالأول هو بيقلل يعني LDL، بيوطي LDL أو الكوليسترول مش منيح، وبيعلي HDL كوليسترول اللي منيح يعني. ومن هون لأنه HDL بيحمي شرايين القلب طلعوا بنظرية أنه هو ممكن أنه يحمي شرايين القلب. عدا عن ذلك أنه المواد المضادة للتأكسد يلي هي كمان بتحمي شرايين القلب من التأكسد وعضلة القلب كمان. فمن هون أكيد أنا اللي بنصح هذا الشخص بأنه أكيد يتناول كاس مبيد على كاس الويسكي، وخصوصا أنه كاس المبيد فيه من 80 ل 100 وحدة حرارية، يعني قد نص ما بيحتوي عليه كاس الويسكي. أنا كنت جمعة الماضية أحكيت أنه اليوم بدي أعطيكم شوية إرشادات كيف فينا نتخلص وننظف البراد من الدهون المشبعة، من المواد يلي نحنا منا بحاجة لها، شو فينا نجيب كمان بعض المأكولات يلي هي بتفيدنا وبتفيد أولادنا ونحطها بالبراد بدل ما نجيب السناكات يلي كلها وحدات حرارية وكلها أكيد نوع من الملونات يلي مضر كتير. فمن هون رح بلش اليوم أحكي عن هذا الموضوع بالأخص، وكمان رح أحكي عن كيف فيني أنا كمان زيد المواد المضادة للتأكسد بما أنه الفواكه خلصت وموسمها خلص. وبالصيف أكيد بيكون جسم الإنسان تعود على 3-4 أشهر بأنه يتناول عنب، يتناول كل هالفواكه يلي البطيخ الشمام، كل هالفواكه يلي بتحتوي على المواد المضادة للتأكسد. أنا كيف فيني أعود عنها بالشتوية؟ وأي مأكولات هي بتحتوي كمان على المواد المضادة للتأكسد وهي مفيدة للجسم وفيني كمان أني أحصل عليها بالشتة بلبنان،
من هون كمان كرمال تا ما نزل كمية المواد المضادة للتأكسد يعني اللي كانت الخلايا معودة على إنه تحصل عليها. ومن هون كمان إذا نزلت هالكمية ونزلت هالأنواع من الفيتامينات ممكن كمان إنه تعرض لكتير من الأمراض وكمان صحتي إنه تنضر. فبقى خلينا أول شي نحكي عن أنواع الدهون يلي أنا بغنى عنها وفيني استبدلها وهي موجودة عندي بالبراد. خليني بلش أول شي أحكي عن أنواع الجامبون وعن أنواع المرتديل ومرتديل على زيتون، ومين منا ما في ببراده هالأنواع من اللحومات يلي هي جايبينها من السوبر ماركت يمكن بنسبة وقية وقية من كل وحدة ومخليينها بالبراد، وكل ما الواحد بيجوع بين الأكلة والأكلة بفوت بلف ساندويش صغير منها. تأحكيكم أول شي عن هالموضوع وقلكن إنه أنا بالنسبة كاختصاصية تغذية ما بنصح بهالأنواع من اللحومات. ليش؟ أول شغلة قبل ما أحكي عن موضوع الدهن خليني أحكي عن موضوع الملونات. يعني أنا حكي كتير عن موضوع النيتريت يلي هو بلونه فيه السلامة، بلونه فيه كل أنواع اللحومات مثل البيكن يلي لونه كتير أحمر، ومنها الجامبون والمرتديل تيعطوها هالحمار. يعني إذا الواحد بيروح هو بيشتري لحمة وبيجي بيطبخها ببيته ما بتضل هيك حمرة، فمن هون لازم الواحد يسأل حاله هيدي اللحمة محمرينها اصطناعيا؟ ايه اكيد. شو زايدين للي يحمروها؟ مادة النيتريت يلي هي بامتياز، وانا اكيد من المعلومة اللي عم قلكن عنها، هي اذا ما بدنا نقول بتسبب امراض سرطانية مع انه هي مثبت عليها انه بتسبب امراض سرطانية، بدنا نقول بتزيد الريسك انه تسبب امراض سرطانية. فمن هون ليه نحن بدنا نطعميها لاولادنا. انا اللي بنصحكم اياه انه اول شيء اذا بدنا نستبدلها بشيء نستبدلها، يعني بدل ما يكون عندنا 5 انواع من هاللحومات بيكون نوع واحد عندنا اياه واللي هو التركي يلي هو فينا كمان انه نوجده بالبراد عندنا. هلا في عالم عم يسألوا حالهم هل التركي ما بيحتوي على هالملونات؟ بلا بيحتوي على هالملونات، بس التركي اول شغله لونه فاتح اكثر من انواع السلامه والجامبون والبيكن والى اخره. هاي اول شغله يعني ما انه ملونينه كتير. تاني يعني بدل ما انا اكون عندي 5 شوا من هاللحومات بجيب شوا واحد، وبعدين لانه التركي اول شيء بيحتوي على كميه دهون اقل بكثير من الدهون يلي موجودة بالجامبون بالمرتديل وبالمرتديل على زيتون وإلى آخره. فمن هون أول شيء أنا بكون عم بغني عائلتي عن الدهون المشبعة اللي هن بغنى عنها، وأغني حالي أكيد. حتى لو أنا ما بعاني من زيادة وزن وولادي ضعاف، ما خص إذا الواحد ولاده ضعاف وإذا لازم يطعميهم دهون مشبعة، هيدا شيء ما له علاقة ببعضه. يعني أنا إذا ولادي ضعاف بتعميهم جوز، بتعميهم فستق بيناتس، بتعميهم أفوكا، بتعميهم زيتون، بتعميهم زيت زيتون، بعطيهم الدهون الغير مشبعة المفيدة، وما بعطيهم الدهون المشبعة يلي موجودة بأنواع هالجامبون هالمأكولات اللي فيها لحمة يلي بتحتوي على الدهون المشبعة بامتياز. فأنا بغنى عن أني تعميهم إياها، ما خص إذا بيضعفوا أو بينصحوا، خص إذا بتنضر صحتهم ولا لا. هي أول شغلة. تاني شغلة بالنسبة لتركي، تركي كمان يعني لأنه هو بيحتوي كمان على كمية عالية من الزنك يلي نحنا بننصح فيها وبننصح أنه كل الأشخاص أنه يتناولوها، وهي موجودة. يعني كل ما واحد يروح عند اختصاصية التغذية بيطلع أنه عم يأكل تركي. هلا قد ايه الواحد لازم يأكل تركي؟ أكيد أنا ما بشجع أنه كل يوم يأكل تركي، بس إذا أكل 2 3 مرات بالجمعة ساندويش تركي أكيد ما بتضره. يعني ما بتضره قد ما يكون عم ياكل بالنهار كل يوم ساندويش يا مرتديل يا جامبون يا سلامة. هلا بالنسبة للأجبان يلي موجودة عنا بالبراد، أنا هون اللي بدي أقوله أكيد بالنسبة لإلي كاختصاصية تغذية الأجبان القليلة الدسم أحسن بكتير من الأجبان يلي بتحتوي على كثير من الدسم. وانا بفضل انه يكون في مثلا اذا في كل واحد ببراده 3 انواع عجبان يكون في منهم وحده جبنه بيضه، لانه الجبنه البيضه بطبيعتها هي فيها اقل دسم من الجبنه الصفراء. جبنه قليله الدسم يعني ما بدي اقول اسامي وسمي على الراديو، بس اللي فيني اقول لكم كيف بنعرف انه هاي الجبنه قليله الدسم. يعني انا بشوف قشقوين بالبراد بالسوبر ماركت مكتوب عليه قشقوين لايت،
هذا كيف معقول يكون لايت؟ ما هو القشقوان بيحتوي على كتير من من الدسم جواته، واللايت منه هالقد مخففين منه الدسم، هو إذا شيء مخففين منه الملح للأشخاص يلي بيعانوا من مشكلة الضغط، بس هون من مشكلة ارتفاع الضغط بالدم، بس هون هالأشخاص يلي بيعانوا من مشكلة ارتفاع الضغط بالدم أكيد 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 طبيب القلب تبعهم ما بينصحهم بأنه يتناولوا الأجبان التي تحتوي على الدهون المشبعة. فمن هون خلينا نقول أنه القشقوان الدايت منه صحيح، يعني هون ما الواحد يتكل انه ايه انا باكل قشقوان دايت، لا، الاجبان تنعرفها انه هي اجبان دايت بده يكون مكتوب عليها تحتوي على اقل من 10% من الدهون. يعني في اجبان موجوده انا بدي اسميهم سبريدابل او فينا نمرغهم على الساندويش مكتوب عليها 7% دسم، في جبنه بيضه بوك الفتة البيضة مكتوب عليها 9% دسم، في أجبان مثلا لايت مكتوب عليهم لايت فينا نطلع عليهم محطوط عليهم 10-12% ما في مشكلة، بس وقت اللي بتكون الجبنة بتحتوي على 30% و25% من الدسم هيدي منا دايت ومنا لايت. I was at a dance when it caught my eye. Standing all alone, looking sad and shy. 01-744-114 أو 01-744-099 إذا بتحبوا تتصلوا فيه. معكم اختصاصية التغذية نانسي حبيقة ببرنامج صحي مع نانسي مع المخرج نظير شاهين. وأكيد بتربحوا معنا فحص مجاني لنسبة الدهون والعضل والمياه عندي بالعيادة مثل كل أسبوع. كملت ما نطول الحديث عن موضوع الأجبان القليلة الدسم، من هون خلينا نحكي شوي عن كمان أنواع اللبنة والحليب ومشتقاته يلي موجودة جوات كمان البراد عنا. فمن هون منطلع نحن ومنلقى أنه الحليب أكيد أنا ما بنصحكم أنكم تجيبوا الحليب 0% دسم، لا، أنا بنصحكم تجيبوا الحليب القليل الدسم، لأنه الحليب القليل الدسم بيحتوي على كمية من الفيتامين دي يلي هي هلأ مشكلة عنا ومشكلة بكل العالم. كل العالم عم بتعاني من قلة الفيتامين دي، لأنه أكيد بسبب الحرائق البوليوشن، بسبب عدم التعرض الناس لكل يوم 10%، يعني كان الواحد يروح يعمل رياضة بالطبيعة ويحصل على الشمس وعلى أشعة الشمس يلي هو الإنسان بحاجة لكل يوم 15 دقيقة من أشعة الشمس ليحصل على الفيتامين دي على جلدته، أكيد مش إذا مش لابس تيابه عم نحكي. فمن هون بلبنان أكيد مع مشكلة المحجبات كمان يلي جلدتهم ما بتشوف الشمس، مع مشكلة كمان الأشخاص الغير محجبين يلي كمان ما بيمشوا بالطبيعة، يعني صار الإنسان من السيارة للسيارة للباركينج لتحت الأرض للمكتب، حتى التريدميل يعني صارت عم تغني عن أنواع الرياضة بالطبيعة. فمن هون الفيتامين دي يلي هو فيتامين سوليبل أو دايب بكمية الدهون يلي موجودة جوات الحليب، فمن هون أنا بنصح كل الأشخاص يجيبوا الحليب القليل الدسم، مش الحليب الصفر يعني بيحتوي على 0% من الدسم، يعني القليل الدسم هالجرام أو الجرامين الدهن يلي موجودة بكبات الحليب بتعطيه الفيتامين A كمان والفيتامين D، لأنه الفيتامين A كمان هي فيتامين D بجوات الدسم، وهي كمان الحليب بيحتوي على الفيتامين A. من هون الحليب يلي بيستخرجوا منه كل الدسم أو 0% دسم ممكن أنه مش ممكن أكيد بيزيدوا له الفيتامين A، بس من هون خلينا نرجع نعيد، وأنا دايما اللي هالمعلومة اللي بقولها أنه وبحب أقولها دايما لكل الأشخاص يلي ما سمعوني من قبل وعم يسمعوني يمكن لأول مرة، الفيتامين يلي موجود بالطبيعة وبالأكل ما لا يعوض بالفيتامين يلي موجود بالحبوب والفيتامين المضاف على المأكولات. هلأ كتر خيرهم عم بيضيفوه على الحليب وعم بيضيفوه على المأكولات، بس نسبته ما بتسحب الجسم مثل نسبة الفيتامين الطبيعي يلي موجود جوات المأكولات. فمن هون نحن خلينا نقول انه بدنا نجيب اللبنة واللبن
اللبن لأنه كمان بيحتوي على الكالسيوم وعلى الفيتامين دي وعلى زيت خصائص الحليب، زيادة عليهم بيحتوي على اللاكتوباسيلوس يلي كمان هلأ في عليها كتير دراسات بتعنى بالبروبيوتكس، بتعنى بأنه هي بتزيد المناعة وبتقوي البكتيريا الموجودة بالمصارين عنا، ومن هون ممكن الإنسان أنه تزيد مناعته وتقل نسبة الأمراض عنده بامتياز. يعني صاروا هلأ عم ينصحوا أنه كل واحد يعمل مرتين ثلاثة بالسنة كير للبروبيوتيك، أو يروح يجيب من الصيدليات هالبكتيريا وياخدها على شكل سبلمنتس أو على شكل حبوب يتناولها، وهي موجودة طبيعيا باللبن اللاكتوباسيلوس. فمن هون أنا بنصح الأشخاص يلي ما بيحبوا طعمة الحليب وما بيقدروا يتناولوا الحليب، اللبن عنده بيحتوي على زيت خصائص الحليب، وأنا بنصحكم أنكم تتناولوا اللبن بدل الحليب لأنه كمان بيحتوي على اللاكتوباسيلوس. فمن هون خلينا ما نشيل من برادنا كل المشتقات الحليب ونستبدلهم بصفر بالمية دسم، لا خلينا نجيبهم قليل بالدسم. خلينا أخذ هالاتصال. ألو بونجور. نانسي يعطيك العافية. مرسي الله يعافيك. بدي اسألك أول شيء، كنت عم تحكي عن الأجبان، الدوب الكريم بيقولوا عنها أقل شيء دسم بالجبنة البيضاء، مزبوط؟ مزبوط. هذا أول سؤال. مزبوط. وتاني سؤال، أنا بحب الكنافة كتير، بينفع إنه شيل الوجه البني اللي من فوق، يعني اللي أكثر شيء بيكون مشبع بالسمنة، وحط قطر دايت وأكلها بيكون كالوري أقل؟ هذا السؤال. اوكي هلا بالنسبه للدوبل كريم، الدوبل كريم هي اكيد بطريقه كيف بنعملها بيقيموا منا الكريم مرتين كرمال هيك، هي دوبل اكريمي اذا بدك. فمن هون ايه مزبوط، مش بنعتقد انه فيها كريم دوبل. لا هلا في كتير من الماركات بالسوق تصير طيبه للدوبل كريم، انه ياها اطيب من هيديك، بتحسيها عم بيزيدوا لها شويه كريم او منهم عم بيستخرجوا منا الكريم بطريقه مزبوطه. ومن هون بتجي على المستهلك انه يعرف شو الماركات يلي عم يشتريها، او يعرف انه اذا عم بيجيبها مثلا من الضيعه يعرف اذا عم بيجيبها مزبوطه ايه اما لا. هي اول شغله. ثانيا بالنسبه للكنافه الدايت، هلا اكيد اذا حطيت القطر الدايت بيغني عن 200 او 300 وحده حراريه، واذا شلت الوجه البني كمان، هلا وجه الكعك يلي على وجهه، انا اللي بنصحك بدل ما تشيل اذا انت عم تاكلي الكنافه بكعكه، كعكه الكنافه فيها 600 او 700 وحده حراريه، إذا فيك تمتنع عن أكل هيدي الكعكة بتكوني هون وتستبدل القطر العادي بالقطر الدايت، يعني بس تاكل الجبنة مع القطر، لأنه ساعتها ما بتكوني عم تاكل كنافة إذا قمت الوجه اللي بني عن وجهه وهيك، يعني أحلالك تاكلي غير شيء بيحتوي على قطر بيكون أحسن. فهون بدون كعكة مع قطر دايت بتكوني عم يعني الكنافة هي بتحتوي بين 1200 ل 1400 وحدة حرارية، فهون بتكوني عم تاخدي من 600 ل 700 وحدة حرارية أو من 500 إذا مع قطر لايت، بتكون مناسبة معتدلة. نعم. مرسي لك، الله يعافيك. صفر 1-744-099 أو 01-744-114 هن أرقامنا إذا بتحبوا تتصلوا وتسألوني أي سؤال بيتعلق بموضوع التغذية. أنا معكم مباشرة على الهواء من هلأ لغاية الساعة 1. بالنسبة كمان للحليب ومشتقاته يلي كنت عم بحكي، آخر فكرة قبل ما يجينا الاتصال الهاتفي، لكن أنا اللي بنصحكم إياه ما تجيبوا الأنواع يلي هي بتقول إنه 0% دسم، جيبوا الأنواع قليلة الدسم لأنه بتحتوي على الفيتامين دي والفيتامين آ والفيتامين اللي نحن بنقله فات سوليوبل يلي موجود بالدهون يلي موجودة جوات هالكميات من اللبن واللبنة والحليب. بس أكيد يعني هالفيتامينات لأنه مستخرج نص كمية الدهون أكيد بيضيع نصها، بس على القليلة منضلنا عم ناخد فوائدها يعني بكميات حتى ولو كانت قليلة. وأنا بدي أقول أنه في الكثير من الماركات العالمية المنيحة والماركات في منها وطنية كمان عم بيضيفوا هالأنواع من الفيتامينات، بس هي نوعيتها أكيد مش مثل نوعية الفيتامين الموجود بالأكل طبيعيا. تنوصل لكن للبيض هلا، وهون انا بدي احكيكم شوي عن البيض، وفي كتير من الاشخاص انا بشوفهم حاطين البيض بباب البراد. البيض هو كتير مفيد، البيض ما يفكر الواحد انه يبشيل البيض بالغين البراد هيك ما بصاب بالكوليسترول، لا
البيض ما بيعمل كوليسترول، كترة أكل البيض ممكن إنه إيه تعلي لنا نسبة الكوليسترول بالدم. أكيد إذا كل يوم كل واحد عم يأكل ثلاث بيضات، ثلاث بيضات كل يوم، بس إذا الواحد تناول مرة بالجمعة بيضتين أو مرتين بالجمعة بيضتين مسلوقين، هذا ما بيضره، بالعكس البيض عنده كتير فوائد. كمان البيض بيحتوي على الفيتامين أ وعلى غيره من الفيتامينات يلي هي كتير طبيعية. وفيه الواحد كمان إذا بده يعني ما ياخد الكوليسترول اللي موجود جوات البيض، ياكل مثلا أربع بيضات، أربع بيض بيض وصفرين بيض مثلا. ومن هون كمان لأنه بياض البيض ما فيه كتير كالوري وبيعطينا الأمينو أسيد والبروتينات يلي نحن بحاجة لها. فمن هون يعني إذا أكلها مرة أو مرتين بالجمعة عمل هالشغلة أكيد ما بينضر. هلأ اللي أنا بدي أقولكم إياه إنه طريقة حفظ البيض هي كمان المهمة، لأنه في كتير من الأشخاص يمكن كرتونة البيض بتضاين عندهم شهر أو شهرين بالبراد، بس هو البيض اللي نحن اللي العالم بتفكره إنه الشل تبع البيض أو القشرة البيض هي بتعزل البيضة من جوا، لا، قشرة البيض هي ترانسبرانت. إذا غسلنا البيض بينضر البيض، يعني البيض ما بيسوى يتغسل، يمكن إذا منمسحه بس نحط عليه هيك ماي ما بيسوى لأنه بيفوت عليه. ها أول شغلة. تاني شغلة، البيض لازم ما ينحط بباب البراد ويتعرض لفتح الباب وتغلي الباب البراد، ومن هون عم تغير حرارته، يعني هذا شيء بيضره أكيد. أنا اللي بنصحكم يا إنكم أكيد البيض إذا بيحتوي على دشي أو يعني منه كتير منظف ومن جيب أكيد ما بنحطه بالبراد، لأنه ممكن هالأشياء أنهم يعملوا كونتامينيشن لغير أكل عنا يا بالبراد يمكن مفتوح. أنا اللي بنصحكم يا نمسح شوي البيض، البيضة المجوية نقيم عنا الجاي نحطهم بتبر وير جوات البراد لجوا ونطبقهم، نسكر عليهم. يعني البيض ما بيسويله أنه هلأ في كتير كمان صار من البرادات الجديدة إلى طبقة تبع البيض، يعني من هون كمان ما بيتعرض كتير للحرارة. بس كمان يعني قد ما يكون أنا اللي مستحسن وهلأ أفضل طريقة لحفظ البيض إذا بدنا نحفظه لوقت كتير طويل إنه نحطه بتبروير ونحطه جوات البراد بداخل البراد مش بباب البراد. وصار في هلأ كمان كتير من التلاجات الجديدة كمان يلي بطلت عم بتخلي محل البيض بباب البراد، صارت عم تلقي له محل جوا. هيدا بالنسبة للحديث عن البيض. اما كمان شو فينا نستبدل بالبراد واللي هو كمان ممكن انه يفيدنا؟ الزبده. مين ببراد بيته ما عنده علبه زبده موجوده بالبراد، يعني بيستعملها اوقات بياكلها مع شقفه مربى. هون فينا نجيب الزبده 7.75% دسم اقل، وانا ما بنصح حدا يعمل اكل بزبده او يسخن الزبده، لانه من هون ممكن يكون عم يحصل على الترانس فات والدهون المشبعه اللي هي غير مفيده للقلب وغير مفيده للصحه. فمن هون خلينا نجيب هالزبده يلي هي ما بتتسخن، الزبده يلي مكتوب عليها زيرو ترانس فاتي اسيد، بتحتوي على الاوميجا 3 ببعض الاحيان، 75% دسم اقل او 50% دسم اقل، ونستعملها بدل الزبده. ومن هون بنكون يعني اذا الواحد بده ياكل زبده يعني مره مرتين بالجمعه شقفه صغيره مع شويه مربى، من هون نحن مش عم نقول انه نمنع كل العالم عن اكل الزبده، لا، فينا ناكل شقفه زبده نستبدلها يعني مره بالاسبوع مرتين بالاسبوع، شقفه صغيره قيبانه يعني قد يمكن ملعقة زبدة صغيرة، 75% دسم أقل أو 50% دسم أقل. بس من هون إذا جبناها بتحتوي على الأوميجا 3 أو فيها أقل زيوت مهدرجة وترانس فاتي أسيد، من هون بيكون كمان عم نحصل على نوعية زبدة يعني يمكن الطعم أخف بشوي، بس أنه بزيت التكستير يعني وبزيت الفكرة أنه الواحد بيكون عم يأكل زبدة مع مربى. فمن هون كمان بنصحكم أنكم كمان كل واحد يلي عنده بويون، مكعبات البويون أو المرقات يلي موجودة كمان بالبراد عنده، بأنه يلغيها، بأنه نحن فينا نعمل مرقة طبيعية. مين ما بيسلق دجاج أو بيعمل روستو وإلى آخره، زوم هالدجاج يلي نحن فينا نحط له كبش القرنفل وحبة الهيل وورقة الغار ونحطه بالفريزر ونستعمله لبويون، بدل ما هالبويون كله اللي معمول من مواد منا طبيعية وبيحتوي على كثير كميات من الدهون. خلينا اخذ هالاتصال. الو بونجور. الو بونجور. الله معك. بونجور. مرسي. الله معك. في الكافيه والنسكافيه. نعم. اي اخف ضرر؟ وفي النوعين المسحوب منهم الكافيين. نعم. وشكرا. مرسي لاتصالك. بالنسبة للكافيه أكيد القهوة التركية العربية بتحتوي على كميات أكثر من الكافيين من النسكافيه.
هلا بالنسبة ل اللي مسحوب منه الكافيين، هلا في دراسات بتقول انه كوب واحد من القهوة بالنهار او كافيين مرة بالنهار كتير بتساعد، وخصوصي بالنسبة ل هلا في دراسات عم تقول انه بتبعد الخرف او الامنيجيا، يعني منيحة للميموار. هاي اول شغلة. تاني شغلة، الكافيين اذا الواحد ما كتر منه او اخده مرة بالنهار هو مفيد، يعني كمان بيسرع الدورة الدموية، بخلي الواحد يعني يوعى بدل ما يكون تعبان كل النهار، يعني it boosts the energy اذا نحن بدنا نقول، يعني بيعلي له الانرجي. هلا بس من هون اذا الواحد بيعاني من مشكلة الضغط، كمان في يتناول كباية من القهوة يوميا، وفيها تكون على بكره. بس اذا كل ما مثلا، في كتير من الاشخاص انا بعرفهم بلبنان بيروحوا بيكون عندهم مثلا بمكتبهم كل ما يفوت حدا بده يضيفوا قهوة بيشربوا قهوة، بيوصلوا آخر النهار شربانين 5 أو 6 فناجين من القهوة أكيد. لا يعني أنا اللي بنصحك إياه إنك القهوة الديكافيينية إذا بتعاني من مشكلة الضغط مفيدة. وليه أنا بنصحك بالقهوة من دون كافيين؟ لأنه القهوة أو النسكافيه من دون كافيين، هلأ في دراسات بتقول إنه بيحتوي على المواد المضادة للتأكسد اللي هي مفيدة للجسم. فمن هون اكيد اذا الواحد تناول، هلا اذا تناول فنجانين قهوه، وحده مع كافيين مثلا واثنين بلا كافيين، بالعكس بيكون عم بيزيد كميه المواد المضاده للتاكسد بجسمه، وبتكون عم تاخد الفوائد تبعه. معنا اتصال تاني. الو، بونجور، بونجور، كيفك نانسي؟ منيحه. بدي اسالك، اللبن واللبنه وحليب البقر يلي نعم للشخص اللي معه ال LDL مرتفع، نعم هذا الشيء منيح يعني بدك ومتاكد؟ تجيبيهم مدام قليلي الدسم. إذا جبتيهم قليلي الدسم ما بيقعدوا يأثروا على ال LDL، بالعكس بتكوني عم تاخدي الكالسيوم من الحليب ومن اللبن وفوائد الحليب واللبن من دون أكيد ما يعلى ال LDL عندك. صراحة يعني أنا بجيب، في عنا هون بيجيبوا لنا هن الحليب البقر بيوصلوا لنا إياه على البيت، بنظبطه نحن بنساوي اللبن واللبنة. اوكي، فاذا انا هون رح اعطيك الطريقه. بتروبي الحليب، بتقيم الروبه، يعني بس يفور بتقيم الروبه بتقشيها اول مره ما بتخلطي، بترجعي بتروبيه مره تانية وبتقشي الروبه منه مره تانية، وهذا الدهن يلي بيطلع على وجه الحليب بتكبيه، اكيد ما بتستعمليه لانه هذا الدهن هذا اللي بينشال من الحليب. فهون اذا خلطتيه بدوب جوات الحليب، فهون بدك تروبي تقشيه اول مره تكبيه، ترجعي تقشيه تاني مره وتكبيه، وتستعملي هذا الحليب للبنه واللبن، بيكون كتير منيح وبيكون خالي من الدسم. اوكي، اوكي، ثانك يو، انا بشكر اتصالك، ميرسي لك. تنرجع لبرنامج صحي مع نانسي، 01-744-114 أو 01-744-099 إذا عندكم سؤال. لحقوا حالكم لأنه أنا باقي بعد معكم 6 دقايق على الهواء مباشرة. وتأرجع كفيلكم لكان عن المرآة يلي أنا بلقيهم هيك كيوبات صغار موجودة جوات البراد. هون اللي بدي أقولكم إياه إنه هيدي بتحتوي على طعمات منا طبيعية، بتحتوي على كميات من الدهون المهدرجة والدهون المشبعة، بتحتوي يعني نحن بغنى عن كل هالأشياء. نحن إذا منجيب صدور دجاج من دون جلدة ومنسلقهم منزومهم، نعمل المرأة مع كبش قرنفل وحبة هيل ورقة غار وشوية بهارات، بهار أبيض بهار أسود وملح، إذا أكيد ما منعاني وما منكتر الملح أكيد فيهم. من هون بناخد هالماي وبنحطها بالفريزر بتجلد، كل ما بدنا نعمل طبخة منشيل منها ملعقة ومنحطها جوات الطبخ أو منستعملها للطبخة. من هون منكون عم نوفر كمية، أول شي دهون، كمية أكيد طعمات ارتفيسيال منا طبيعية، كمية كمان بريزيرفاتيفز ومواد كيماوية مضافة على الأكل. هاي تاني شغلة. تالت شغلة، في كتير من الأشخاص بيجيبوا الشوربة كمان، هون عم بتطرع على غير موضوع اللي هو كمان الشوربه المجففه اللي بنحط لها كبيتين مي وبنعملها هذا بنهار السقعه. ومن هون احسن لكم ما تشربوها وتصابوا بالانفلونزا يمكن من انكم تشربوا هالانواع من الشوربه يلي هي كمان طعمات من ارتفيشال، كلها مواد حافظه، كلها دهون مهدرجه ودهون مشبعه، واكيد منا مفيده للصحه وعندها الف عله. فمن هون انا بنصحكم انكم منجيب شويه خضره ومنحط فيهم هالمرقه اللي عاملينها نحن وحطينا بالفريزر
او اذا ما عندنا المرقه بنجيب صدر دجاج وبنسلقه مع الشوربه ومن هون بيطلع لنا طعمه الدجاج، وبنحط البهارات وحبه الهيل وورقه الغار والكبش القرنفل، ومن هون بنحصل على زيت الطعمه من دون هالكوبات يلي هم كمان ما لهم عازه.